بصراحة ما شفتش هجوم على حد في الأسبوع اللي فات زي الهجوم اللي شفته على ضيفي اللي هيبقى معايا على التليفون دلوقتي. هجوم كبير لدرجة انه اظن انه بقى يعني عدو الشعب الاول. خلاص الناس كلها يعني بترمي سهامها عليه. وفي موضوع شيرين كل الناس اتكلمت. شيرين اتكلمت في مراحل، اهلها اتكلموا في مراحل، اصدقائها اتكلموا في مراحل، انما في واحد بس ما اتكلمش. لا احد استمع الى حكايته، الى قصته. ايه الحكايه وايه الموضوع؟ معانا المطرب والملحن الاستاذ حسام حبيب. اهلا حسام. اكيد يا استاذ عمرو. اكيد انت مندهش من حجم الهجوم عليك في الكام يوم اللي فاتوا. والله يا استاذ عمرو هو انا مندهش ومش مندهش ان الهجوم ده بقاله اكتر داخل تقريبا من شهر نوفمبر اللي فات. والهجوم ما بيقفش عليا. ولكن انا النهارده بكلم حضرتك مش عشان يعني ابرأ نفسي، على قد ما انا نفسي بس ادي للناس طريقه تفكير، او زي ما حضرتك قلت يسمعوا وجهه النظر ويسمعوا طريقه التفكير، وكل واحد حر في الاخر يحكم حكمه، وفي الاخر ربنا شاهد وعالم بالقلوب. يعني انا طبعا بستأذن حضرتك بس اديني 5 دقايق عشان دي اول مره انا اتكلم اتفضل في الموضوع عامه. اتفضل. خلينا نتكلم في بدايه الموضوع من بدايه خلافي مع شيرين. ايوه صح كده. بدايه الخلاف خالص ساعه موضوع الشعار، ولو حضرتك تفتكر شيرين عملت معاك مكالمه مداخله، ولو حضرتك تفتكر قالت لك كان مين سبب الطلاق، مين طلقنا؟ قالت لك والدتي. بص يا استاذ عمرو، أنا وجودي في حياة شيرين كان صداقة أصلاً في الأول، علاقتنا كانت علاقة مبنية على الصداقة، وما كانش في خيالي يعني في يوم من الأيام إن أنا وشيرين ممكن نكون نبقى اتنين متجوزين. وكان العلاقة اللي بيني وبينها صداقة وصلت إن هي ابتدت تستنجد بيا بإن حسام أنا عايزة أطلع من السراوندينج اللي أنا فيه، أنا بنهار. عايزة تخرج من المحيط اللي هي فيه. المحيط اللي هي فيه بالظبط كده، المحيط اللي هي فيه انا بنهار، انا يعني بمعنى كده يعني بمعنى بسيط انا بتنهش. بالمعنى البسيط يعني بالمعنى اللي الناس تفهمه يعني، انا بتقطع يعني. فطبعا هي كصديقه مقربه جدا ليا، هي طبعا وغاليه جدا على قلبي، انا كرست حياتي ساعتها كلها باني اشوف ازاي انا اقدر اساعد الست دي، واشوف ازاي اخلي شغلها وحياتها تمشي بطريقه بروفيشنال، طريقة مش معتمدة على شخص واحد، يبقى عندها نوع من أنواع المؤسسة بتديرها. فشلت فيه أو نجحت، هو ده كانت نيتي قصدي يعني. المهم عشان ما أطولش على حضرتك، لما حصل الموضوع أنا كان وجودي غير مستحب تماما للمحيط اللي حواليها. ليه؟ بالمعنى البسيط برضو، لأن الحنفية اتقفلت. الحنفية اتقفلت. الحنفية اتقفلت. بمعنى إنه مفيش حد هياخد من شيرين حق ومش حقه. والست دي ما ينفعش تكون بتشتغل السنين دي كلها وبالنجاح ده كله وما يترجمش في الاخر لارقام. ارقام تامن بيها حياتها ومستقبلها وبناتها. هو انت لما عرفت شيرين ما كانش عندها الارقام اللي يعني اللي هي تبرر موهبتها؟ لانه شيرين المفروض تتوزن ذهب يعني. لا انا لو قلت لحضرتك هو كان الموضوع بصراحه بالنسبه لي انا كحسام كان صدمه. اجابه شخص من الاشخاص المقربين ليها جدا وسالته أنا عندي كام في البنك؟ الرد كان رد بالنسبة لي أنا صادم. صادم. هو رقم أنا مش عارف ينفع أقوله ولا لأ، بس هو صادم، رقم يعني أنا كان عندي فلوس أكتر منها وأنا بشتغل أقل من شيرين بكتير. أنت أما جيت تتجوز شيرين أنت كان عندك فلوس أكتر من شيرين؟ يعني شيرين ما كانتش بكتير يعني ما كانتش بتحافظ على فلوسها ولا فلوس ولا أسيتس يعني ولا أصول ولا فلوس ولا حاجة، هي عندها نجاح، عندها اسم، ولكن مش مترجم لأي حاجة خالص. وده طبعا يعني يوريني قد إيه الست دي كانت منتهكة. منهوبة يعني. منهوبة، وأنا كنت العدو الأول لأي حد كان بيعمل كده. فكان الراجل ده لازم يمشي.
فضلوا يشتغلوا على ان الراجل ده لازم يمشي. مين حسام، مين اللي فضلوا يشتغلوا؟ يعني مين اللي كان العدو بتاعك من اول ما اتجوزت؟ مين اللي كان عندهم مشكله في وجودك؟ انا مش هقدر اقول لك من اول ما اتجوزت، اللي كانوا ظاهرين لي اول ما اتجوزت كان الناس اللي بيشتغلوا معاها. انما بعد كده اكتشفت انه لا، مش بس الناس اللي بيشتغلوا معاها، هم الناس اللي عايشين في خيرها، الناس اللي عايشين من خيرها، اللي بياكلوا وبيشربوا وبيناموا من شغل الشين عبد الوهاب. من الست دي بتكافح وبتروح وبتسافر وبتتبهدل وبتتمرمط علشان خاطر هم يعيشوا. هم ما كفاهمش كده، لا، هم عايزين يمتلكوها. ده فرق كبير قوي بين الاثنين. اوكي، فانا بقيت العدو الاول للناس دي. ففضل التارجت، فضل الهدف عند الناس دي ان الشخص ده لازم يمشي. واشتغلوا 4 سنين على ان الشخص ده لازم يمشي. وانا مش هنكر ان هم نجحوا، وانا بشيل جزء من المسؤوليه لشيرين وجزء من المسؤوليه ليا، لان احنا سمحنا بالشرخ ده يخش منه ناس يكبروه ويكبروه ويكبروه اكتر. فبدات هي وشين عفويه جدا وشخص طيب جدا، وعيب كبير جدا من عيوبها ان هي تتاثر بالكلام جدا فوق الوصف. فبدا الشرخ ده يكبر الى ان وصلنا للطلاق، وبعديها موضوع الشعر الناس كلها عرفته. طب قبل الطلاق احسن، عشان في حاجات يعني لازم ايه نجليها بالنسبه للناس. هل انت فعلا كنت عنيف مع شيرين؟ يعني الكلام اللي انا عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست في حياتي. مش من الميثودولوجي بتاعتي، مش تربيتي. استاذ عمرو، انا اهلي ناس كلهم متعلمين، انا امي دارسه سايكولوجي، انا دارس بزنس مانجمنت، اختي دارسه فورين تريد، انا خدتي متخرجه من السوربان، انا راجل متعلم ومتربي. انا متربي قبل متعلم على فكره. انا متربي يعني ايه ست، وده اللي خلاني في كل الشهور اللي فاتت ما طلعتش دفعت عن نفسي بكلمه، لان لو طلعت دفعت كان هيبقى في نوع من انواع الهجوم على شيرين، وانا ما ينفعش اهاجم ست عشرتها ولو ليله، مش هقول لك 4 سنين ولو ليله. يعني هي ما اتطلقتش لان انت كنت بتضربها وتجرجرها من شعرها وتذلها كل الكلام؟ ما حصلش. واقول لحضرتك على حاجه، ان شاء الله باذن الله يكون ليك حديث مع شيرين قريب، وتسالها هي شخصيا في الكلام ده، وتسالها ليه قالت الكلام ده. انا هقول لحضرتك انا تحليلي ليه الكلام ده حصل. العلاقه دي على فكره اللي الناس كلها بتقول عليها علاقه توكسيك، هي كانت علاقه فيري بيور على فكره. انا عمري على فكره يا استاذ عمرو ما استفدت مش علاقه سامه ولكن علاقه نقيه. بالظبط كده. انا عمري ما خدت من شيرين جنيه مليم، عمري، ولا قدامها ولا وراها، ولا كنت ليا علاقه بالفلوس غير اني اطمن. او مبدئيا عملت لها سيستم ان ما فيش حد يمسك فلوس في ايده، الفلوس تتحول على عندها، ما حدش بيطول، حتى هي شخصيا الفلوس تخش حساباتها ما بتمسكش فلوس. يعني انت ما كنتش بتاخد منها فلوس خالص؟ نو واي. ولما كانت بتقول لي الشغل ده من حقك تاخد منه فلوس زي اي حد، كنت بقول لها اول حاجه دي مش شغلتي، تاني حاجه ده واجبي على مراتي ان فلوسها تزيد اكبرها لها ما انقصهاش. دي أول حاجة. وبدأنا وفعلا كانت علاقة جميلة ما فيهاش أي حاجة، لحد ما تخللها بقى ناس كتير وناس مقربين جدا 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 ليهم برضو عند شيرين يعني قيمة، يعني أكيد كلامهم هيبقى مؤثر أكيد بنوع بأشكال ليهم أشكال. دلالة عليها يعني. بالظبط كده. وإيه حضرتك لو هتسألني إيه اللي وصلنا للطلاق، هو أنا إن أنا كنت مش راضي عن اللايف ستايل والسراوندنج المحيط، مش راضي عليه. انا طول الوقت كانت مفيش خناقه بيني وبين شيرين غير كده. خناقاتي مع شيرين كلها انه يا شيرين نمره واحد، عشان بني ادم لو عنده حاجه عايز يتخلص منها، لو عنده عيب عايز يتخلص منه، ما ينفعش يبقى قاعد في محيط بيعمل الكلام ده. انت تقصد المخدرات؟ لا، انا بتكلم في الاول على اللايف ستايل. بعد كده لما دخل الموضوع ده بدات اقول يانا الموضوع ده، لحد ما الموضوع ده وصل انه بقى اهم مني. ما هو مش انا بدي حقيقه وانا لازم اعترف بيها. فبعدين حصل انه شيرين، عشان ده بقى تحليلي بقى عشان الناس تعرف ايه موضوع حلقه الشعر بالظبط. تحليلي ان شيرين دي اكتر علاقه هي ارتبطت بيها، وفي وقت من الاوقات كانت عايزه تتخلص منها، لان هي عامله زي الالارم بالنسبه لها، زي حاجه بتزن عليها، زي الضمير كده اللي هو قاعد بيأنبها طول الوقت. فانا عايز اتخلص من الاحساس ده. فلما حصل الطلاق عملت كده علشان تجبر نفسها وتجبرني ان العلاقه دي تنتهي.
هي فعلا حلقت شعراء قدامك؟ هي دخلت عملت كده وخرجت لي عامله كده. انا اصلا اول ما شفتها اغمى عليا مبدئيا. انا اول واحد، انا من واحد من الناس لما شفت الشيخ حسن الله كده انا اغمى عليا. من اغمى عليك فعلا ولا يعني حسيت؟ لا لا يعني مش فينتد ان انا اغمى عليا، بس وقتها عرفت لي في الارض وانهارت من العياط. انه ليه انتوا يعني اتخانقتوا فراحت داخله الاوضه؟ لا 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 لا, لا احنا اتخانقنا واتطلقنا في اليوم ده. هي طلبت الطلاق وانا قلت لها انا هطلقك، وكانت اول مره تشوفني بقول انا هطلقك. فكانت دايما تقولي طلقني، مش عايز اي سته في الدنيا، وانا كنت بكونتين الموضوع عادي. بس انا كنت شايف ان خلاص الموضوع واصل لحته، لا انا زي ما استاذ عم، هل انا من مصلحتي، من مصلحتي انا هقول لك حاجه بسيطه جدا. انا راجل عندي كارير على فكره وبشتغل، فانا لما اتجوزت شيرين شهرتي زادت من جوازي من شيرين. فلو انا راجل بفكر في الفلوس ما كنتش هفكر في شيرين اساسا، كنت عملت لي كل شهر اغنيه كنت بقيت اشهر من شيرين. انا ما عملتش اغنيه من يوم ما اتجوزت شيرين، انا ما عملتش حاجه لنفسي لحسام حبيب كحسام حبيب، ولا لحنت اغنيه ولا غنيت اغنيه من يوم ما اتجوزت شيرين. طب خلينا في موضوع الشعر ده. حلو. دخلت قفلت عليها وطلع دخلت الحمام وخرجت عامله كده. فانا انهارت وايه ده، اسالها ليه؟ ليه انا مش فاهم ده ليه؟ مش احنا اتفقنا على الطلاق؟ مش انت كنت عايزه الطلاق؟ طب ليه عملتي كده؟ ليه عملتي كده؟ بعد كده طبعا والكلام ده عرفت وليت لي ان تحليلي كان صح. ليت لي ده بعد الصلح اللي حصل قريب لما اتكلمت انا وهي وسالتها. على فكره انا من اليوم ده لحد الصلح اللي احنا كنا فيه ده علاقتي بشيرين ما كانتش موجوده، عشان بس الناس اللي بتقول ان شيرين وصلت للمرحله، انا سمعت على فكره زي الناس ان شيرين وصلت للمرحله الثالثه مش عارف من ايه والكلام. هل يعقل ان شيرين من يوم البيان اللي هو ما كملش كام يوم لحد ما حصل الحادث الموضوع الاخير ده توصل للمرحله الثالثه؟ حسام وصلها للمرحله الثالثه، حسام هو صاد الحرب العالميه الثالثه، وانا مش عارف يعني هل ده طب خلينا يقل. انت قلت لي انت عرفت حلقه شعرها ليه؟ حلقه شعرها ليه؟ عشان تجبر نفسها هي شخصيا ان كل ما تبص لنفسها في المرايه تقول العلاقه دي انتهت، وهي ما انتهتش. وده بقى اللي زادها، ده اللي زادها صعوبه بقى ان هي عملت كده علشان افتكرت ان هي لما هتقسو على نفسها وهتقسو عليا للدرجه دي هتنهي العلاقه. ولكن هي رأت ان هي عملت كده والموضوع طلع للناس وكبر والناس بقت بريشر عليا وعليها ان الرجوع بقى صعب جدا. طب وفي نفس الوقت ما عرفتش تتخلص من الحب ده. طب يعني الحب فضل موجود بس اتحط عليه مشكله بقت اكبر مني ومنها اللي هو الناس. الناس لما شافت شيرين كده اكيد اي حد لما هيشوف حد كده، انا نفسي لما شفت كده قعدت لساعتين ثلاثه انا بحس ان ده حلم، ده مش حقيقه. اللي احنا فيه دلوقتي ده حلم. طب عايز اسال سؤال، انتوا اتطلقتوا ليه؟ علشان انا كنت مصمم ان اللايف ستايل ده وان الناس المحيطه دي ما ينفعش تبقى محيطه. عشان كده في يوم من الايام شيرين طلعت قالت لك بيبعد الناس عني. انا مش ببعد الناس عنك. انا شايف يا استاذ عمرو، انا النهارده عايز ابطل سجاير، ينفع ابقى قاعد في اوضه كل اللي فيها بشرب سجاير؟ ما ينفعش. ده نمبر 1 علميا. انا عايز اطلع من حاجه ما ينفعش ابقى محاط بناس كلها بتعمل نفس الحاجه. طب فبقيت انا واحد ضد 1000. فبقيت انا المغضوب عليه. وبعدين اتفاجئت لما اخذت قرار كبير زي ده ان الحب فضل موجود وان ما تضافش عليه غير مصيبه كبيره طلعت للناس، وبقى الرجوع صعب جدا. ان انا هرجع ازاي لحسام دلوقتي بعد اللي حصل؟ المهم بعديها بشويه اتصالحنا ورجع اللايف ستايل تاني هو نفس الموضوع، ورجعنا لنفس المشاكل تاني هي ورجعت لنفس الجنان. اتصالحتوا بقى ورجعتوا كازواج ولا اتصالحتوا بس؟ لا اتصالحنا ورجعنا كازواج بس ما كانش حد عارف. اوكي؟ غير اهلها وغير الناس واهلي طبعا. طبعا. بعد كده فضل حسام هو حسام. ما هو انا مش هينفع يعني انت بتقول لي ان بعد ما شيرين حلقت شعرها وكل الكلام اللي اتقال رجعتوا لبعض تاني من غير ما حد يعرف؟ رجعنا لبعض تاني لان الناس ما كانت تاشر، ما ينفعش قلنا لبعض الناس هتشوفنا هتقول ايه جنب بعض يعني لما تشوفنا في الشارع مع بعض. مع ذلك في ناس شافتنا وابتدينا نخرج وناس شفنا عادي وفي اسماء ممكن اقولها لك ناس معروفه ناس شافونا كتير مع بعض وخلاص وعرفوا ان احنا رجعنا بس برضه في المحيط الضيق. طب هو الطلاق اللي كان حصل ده حصل بورق ولا حصل لفظي؟ حصل بورق والرجوع ما رجعناش على الورق. انما
الطلاق ده كان طلاق بائن في نفس اليوم اللي قالت لي طلقني. هو اليوم اللي مين بقى عنده مصلحه حد هيقوله طلقني في نفس اليوم هيطلقه؟ يعني معلش يعني ما هو لازم الناس تفكر. انا بدي بس للناس مفاتيح تفكر بيها انه انا منين، انا بني ادم مستغل بستفيد وبعمل وباخد فلوسها وبعمل الكلام ده وفي نفس الوقت مش عايزها تشتغل وعايزها تدخل وعايزها ما تبقاش طايقه لحياتها. انت ولا مره كان عندك مشكله معاها انها ست تخينه؟ لان هي قالت انه ده كان مشكله، ان انت دايما بتقول لها انت بقيتي في تخن والدتك وانا مش عايز ابص لك ولا اشوفك. لا ما حصل، عمري ما قلت لشيرين كده. انا اتكلمت الكلام ده مع واحده صاحبتها مش مع شيرين، وقلت لها انا بوظت شيرين. قالت لي ليه؟ قلت لها علشان انا لو راجل طبيعي كان المفروض يقول لها خدي بالك انت بتتخني، خدي بالك انت شكلك بيتغير. انا لو كنت بقول لها كده كان ينفع، ده كان ممكن يفيدها ما يضرهاش. بالعكس انا سكوتي ضرها، سكوتي ما حسسهاش انه ده مهم انه يتغير، ده مهم انه يحصل. انا بالعكس انا في الاخر بقيت من كتر ما انا عايز اتجنب المشاكل بقيت مش عارف لو قلت لها كده هل ده هيفيدها ولا هل ده هيحسسها بالعجز. فانا بقيت في الاخر بسكت على المواضيع دي، على المواضيع ان هي لازم تخس، لازم تاخد بالها من نفسها، لازم تاخد بالها من صحتها. فلقيت ان اللايف ستايل ماشي في نفس اللايف ستايل اللي احنا كنا بنتكلم فيه، مفيش حاجه اتغيرت. طيب يعني بعد ما اتطلقتوا رجعتوا لبعض تاني؟ وكان في ناس كتير حتى بتقول اشاعات ان هم رجعوا لبعض ولكن كان دايما بيتم نفيها، ولكن رجعتوا كزوج وزوجه مره اخرى. ده حقيقي. وبعدين يا استاذ عمرو لقيت ان الحياه مستمره بنفس الشكل وان ده هيبقى صعب جدا. يعني ايه بنفس الشكل؟ هل انت عندك مشكله مع اهلها، اخوها، امها؟ كان في اي مشكله؟ ما كانش عندي مشاكل، بس بقى عندي مشاكل لما اكتشفت ان هم. انا هسالك سؤال يا استاذ عمرو، طب ليه الموضوع اللي حصل مؤخرا ده ما حصلش الا بعد البيان؟ هم عايزين يفهموني ان من البيان لحد اليوم اللي شيرين راح اتجهت فيه على المستشفى شيرين وصلت المرحله الدرجه الثالثه من الموضوع ده، ولا اكيد الموضوع كان مستمر؟ تقصد بيان المصالحه اللي هو ترجيع العربيه وبتاع وكل الكلام ده؟ لا 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 مش بتكلم على كده، انا بتكلم على موضوع المرض. هل انا سمعت ان اخوها طالع بيقول اصل هي مدمنه من الدرجه الثالثه ومش عارف ايه، هل ده يتم في اسبوع ولا الكلام ده كان في الشهور اللي انا وشيرين ما كناش بنتكلم فيها اصلا؟ انا ما كنتش في حياه شيرين اصلا. تعالوا بقى نرجع نشوف مين اللي كان محيط بيها في الوقت ده اللي وصلها للي هي فيه دلوقتي ده، وليه شيرين تتاخد بعد بيان الصلح مش قبله؟ حسام انت بتقول لي ان اهلها مسؤولين عن استمرارها في هذا الامر؟ ما عملش الخطوه دي من بدري ليه؟ انا بسال سؤال دلوقتي، بسال سؤال علمي. انت شايف انت شايف انها محتاجة نفسيه وصحيه، ليه ما خدتهاش في الشهور اللي ما فيهاش حسام حبيب؟ مش في الشهور، الايام اللي قبل البيان. مش هقول لك في الشهور، ليه مش قبلها بيوم؟ ليه مش قبلها باسبوع؟ ليه بعد الصلح؟ وعلى فكره يا استاذ عمرو الصلح المره دي كان صلح مبني على الصداقه فقط. احنا متفقين ان احنا ما ينفعش بعد العشره دي، وخصوصا ان احنا ما حصلش وانا وهي وربنا بس اللي عارفين ان ما حصلش بينا حاجه وحشه تستدعي ان النهايه تكون عامله كده. هي قالت لي انا شخصيا كده. إنما خلينا بس خلينا قبل ما نروح الموضوع العربية، احنا اتطلقنا وبعدين رجعنا لبعض، وبعدين بعد ما رجعنا لبعض اكتشفنا تاني استحالة الحياة فسيبنا بعض. انا فاهم صح؟ بالظبط كده مظبوط. واتطلقنا بشكل غريب برضو، اليوم اللي اتطلقت فيه الشرطة ومش عارف ايه وكده، كان برضو نوع من انواع السيلف ديفنس، او مش سيلف ديفنس، ديفنسيف ميكانيزم، اللي هو انا انت هتفرض عليا حياه انا مش عايزاها، طب انا هفرض على نفسي ان انت ما تبقاش موجود اصلا. فانا هجيب لك البوليس لان هي بقى اللي هو بعديها مش ما ينفعش هتيجي تاني. انا مش عايز الناس تفهم اني بهاجم شيرين دلوقتي، بالعكس انا بحب شيرين جدا وعذرها في كل حاجه، بدليل ان انا عمري يا استاذ عمرو ما استغليت حاجه وطلعت في الفتره اللي فاتت اللي هي كانت بتتكلم عني كلام شنيع وكلام مالوش علاقه بالواقع تماما، وقلت مثلا ان شيرين بني ادمه مش متزنه، ما طلعش مني تصريح واحد ضدها. ليه؟ لان انا مش هبني، مش عشان انا ابرأ نفسي اورط شيرين، لان الست دي انا ليها عندي معزه خاصه
واكيد هي فيها حاجات كويسه تخليها عندي في المعزه الخاصه دي. خلينا نرجع تاني لموقف اخوها ووالدتها معاك. فدلوقتي اللي حصل بقى يا استاذ اللي هي عشان انا سمعت برضو والدتها بتقول لك هي طردتني من البيت والكلام ده ما حصلش. اللي حصل ان شيرين جابتني في البيت اللي فيه والدتها وجابت والدتها وندهت لها وقالت لها انا وحسام اتصالحنا. فهي الست بصت لي بص انت جاي تاذي بنتي؟ قلت لها انا ازاي جاي اذي بنتك؟ انا جاي انا اصلا هي اللي كلمتني وقالت لي تعالى علشان احنا عايزين نصلح المواضيع. وقالت لها انا مرتاحه يا ماما وانا ده اللي هيريحني انا. وقالت لي ما بيني وما بينها انت اتظلمت وانا من شيم الادب ومن شيم يعني الاخلاق ان انا ارد لك كرامتك واعتبارك قدام الناس واقول يعني واصلح الغلط اللي حصل. قلت لها لا انا اللي هيرد لي كرامتي قدام الناس واللي هيرد لي صورتي قدام الناس. ومع اني انا مش ده يعني مش ده اول همي. انا اول همي يا شيرين ان الناس ما تربطش ان علاقتنا ببعض علاقه مضره. اثبتي للناس ان حسام وشيرين بيتكلموا انت بني ادمه كويسه مركزه في شغلك مركزه في صحتك. انما كل ده احنا بنتكلم بقى خلاص موضوع الجواز ده انتهى. احنا بنحاول نحافظ بنتكلم دلوقتي في صداقه. في صداقه زي ما نزل في البيان بالظبط. لا كلمه اقل ولا كلمه زياده. بالعكس ده في البيان في نزل كلمه ان انا رجعت مستحقاتها. على فكره ده مش حقيقي. انا تنازلت عن عربيتي. في فرق كبير قوي يا جماعه ولازم الناس تفهمه. انا تنازلت لان لو العربيه دي مش بتاعه شيرين. هقول لا هقول لك العربيه دي جت ازاي يا استاذ عمرو. برضه العربيه دي شيرين جت قالت لي كان في كذا ديل اتعملوا كبار وجت قالت لي انت من حقك تاخد فلوس الديل دي. قلت لها شيرين ده مش هيحصل. وكان عندي اصحابي في اليوم ده في البيت بالصدفه نسبه يعني زي الناس اللي هي بتشتغل في المجال. نو واي مش شغلتي. المهم قلت لها ده واجبي. وكان عندي اصحابي في البيت في اليوم ده. قالت تعالى بره عايز اوريك حاجه. قلت لها انا بره لقيت العربيه. قلت لها ايه ده؟ قالت العربيه دي اقل من حقك وده كذا كذا. قلت لها مش هيحصل. العربيه دي انا مش هركبها. وفعلا العربيه دي فضلت عندها لحد ما اتخانقنا. وانا لما خدتها عند عيال بتخانق معاها اللي هو انت بتغيظيني فانا بغيظك. لكن في النهايه وهي العربيه دي كانت باسم مين؟ باسمك ولا باسمها؟ باسمي طبعا. باسمي طبعا. فهي العربيه دي هي جابتها لك هديه يعني؟ بعتبرها هديه يعني. طب وهي طلبتها تاني ليه؟ قالت لك خد مني العربيه ب 9 مليون جنيه او ب 8 مليون جنيه. انا كنت بقى بفهم شيرين عكس الناس كلها. الناس كلها فاهمه ان شيرين طالعه تغلط فيا. انا فاهم عارف يا استاذ عمرو اللي مش اي حاجه تربطه باللي قدامه. فحتى لو هتبقى هي خناقه يبقى خلي الخناقه تربطنا ببعض. يعني انا بقول ايه يا استاذ عمرو؟ شيرين لو كانت شايفه ان انا بني ادم توكسيك زي ما الناس شايفه وبتقول كده كانت قفلت الصفحه دي وقالت يغور ب 100 عربيه على فكره. يعني كانت قفلت الصفحه دي. ياما شيرين قفلت صفحات من حياتها وعمرها ما اتكلمت عن حد على فكره في علاقاتها السابقه ولا قالت حصل كده. يعني هي صفحه بتعرف تقفلها. اشمعنى العلاقه دي؟ لان العلاقه دي الحب فضل مستمر ولكن الاثار الجانبيه بتاعه المشاكل اللي هي طلعتها للناس او ظهرت للناس فضلت موجوده. فبقى ضغط الناس عليها كبير لا عارفه ترجع ولا عارفه ما ترجعش. فبقت الموضوع خناقه. فانت عايزه ايه؟ عربيه؟ اتفضلي انت ايه تاني؟ ايه اللي رايحك؟ انا عمري ما هتكلم معاكي في اي حاجه وعمري ما هدافع عن نفسي وعمري ما هرد عن اللي بيتقال. فرجعت العربيه والحاجات التانيه اللي كان عليها خلافات. على فكره هي ما نزلتش البيان عشان العربيه رجعت. العربيه رجعت قبل البيان بكتير على فكره. يعني العربيه رجعت قبل البيان بكتير. ولا حضرتك ما تعرفوش ان يوم ما العربيه رجعت حد معروف قوي من صحابه اللي كانوا معروفين خدها في نفس اليوم ومشي بيها وقال لها انا هاخدها وبديكي بدلها شغل. ده السراوندنج اللي حوالين شيرين. يعني في حد من اللي بيبقى عاملوا لها شغل قال لها انا هاخد العربيه دي بقى وان شاء الله. خد العربيه اوريدي. خدها في نفس اليوم اللي وصلت فيه العربيه لشيرين. خدها اوريدي ومشي بيها. بتتنهب يعني كده زي ما بقول لك. فهي بقى لما لقت المواضيع بتظهر قدامها كده كلمتني. وقالت لي ونزلت البيان بقى وكلمتني وقالت لي انا عايز اتكلم معاك. انا يا حسام فرحت لك. عرفت قيمه اللي انت كنت بتعمله وعرفت انت انهكت قد ايه في الاربع سنين اللي فاتوا. وانا بوعدك ان انا هعوضك عن الكلام ده واني هقف في ظهرك واخليك احسن من اي حد. قلت لها عايز تقفي في ظهري وعايز ترفعي راسي وري للناس كلها ان حسام وشيرين وهما بيتكلموا ان انت بقيتي احسن الناس. عشان دي اكتر حاجه ضراني يا شيرين. اللي ضرني اكتر من كلامك ان الناس بقت بتقول ان دي علاقه توكسيك وان هو اللي عمل فيكي كده. وده حرام لان ما ينفعش اكون انا بعمل العكس ويتقال عليا حاجه كومبليتلي ذا اوبوزيت.